مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد الآن بمحكمة استئناف الضالة البيضاء في الموضوع الشهير لعدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع باب دارنا. مشاهدينا الكرام، الجلسات مستمرة في الموضوع. اليوم جلسة ديال الطرف المدني يعني الضحايا، السادة المحامون تيقوموا بالواجب. الجلسة الفارطة كانت ديال النيابة العامة اللي دارت مجهود كبير بالدهاء والذكاء السيد الوكيل العام اللي قدروا تمكن انه يفكك خيوط اللعبة اللي دار هذا المنعش العقاري اللي تقريبا حوالي 90 مليار للتختلسات ديال المغاربة. القمة في المعاناة، المغاربة في المغرب وخارج المغرب عانوا في الموضوع، والكل يترقب رفع ضرر المغاربة اللي كانوا في ضحايا لهذا الوضع. مشاهدينا الكرام، معايا الأخت إحدى من الضحايا، غنشوف مع الموضوع. أختي الأولى الجلسة، كيفاش كتشوفي الأمور في هذا الملف؟ الأمور معقدة كما شفنا بعد المحامول جزاهم الله كل خير، وكما شفنا المحكمة، وحنا كما كنعرفوا أن القضاء راه نزيه وكنتمنى وينصفونا. شفنا المؤسسات لها يد كبيرة، بحال دابا شفنا المحامون. بعد حنا في الأول كان ما عندناش أمل نهائيا، ولكن ولينا كنترقب واحد شوية الأمل. المؤسسات منها مؤسسة ديال النوطير، لأنه ضروري كاين واحد البند من البنود، لأنه لقاه المحامي بأنها ضروري فاش كيكون اختلاس ديال النوطير كتكون المسؤوله هي المؤسسه، هي المؤسسه ديال النوطير. وكاين ثاني شيء البنك لانه حتى هو هز يده، بانه كيقول لك كاين فاش كتكون مراقبه ديال ان 100 مليون كتخرج يوميا، ضروري هذاك داك والي البنك ولا المسؤول في البنك كيسول هاد الفلوس كيفاش كتدخل يوميا بكثره وكتخرج يوميا وكتخرج بدون سند قانوني، كتخرج اسبيس. كما بما ان هادو المحامون حنا كضحايا لحقاش ما قارينش القانون وما نقدروش نعرفوا اكثر منهم. الضحايا ديالنا بالاجتهاد ديالهم ان توصلوا بان ضروري تعويض ديال المؤسسات، منهم مؤسسه ديال البنك. واحد في الاول كيخرج والي البنك بتصريح بانه منصوب عليه في الاول، في الله الضحايا هذه ثلاث سنوات كيخرج كيدير صحافه، مجموعه ديال الصحافه كيدير ندوه صحفيه بانه تنصب عليه. وتوصلوا مؤخرا بان المحامون كيقول لك ان المؤسسه ديال البنك والي البنك انه ضروري بانه عنده يد، لانه مسؤول. بما انه مسؤول على واحد المؤسسه، ان الفلوس كتدخل يوميا بالشتات وكتخرج يوميا بالشتات وكتخرج اسبيس. اذا في هاد المرحله، ان اذا حتى البنك راه مسؤوليه على هاد الفلوس، حتى البنك خاصها تعوض الضحايا. كاين جوج مؤسسات ديال المحامون اللي قالوها لنا، منها لا بنك ومنها الموثق. ونزيدكم انا حاجه اخرى، انا المحامون قالوها وديجا حنا كنقولوا بان التوثيق في الجماعه، ما يمكنش جماعه كتوثق على واحد الاوراق وهي ديك الاوراق وهميه. كما كنقولوا حنايا مجموعه ديال الشركات كلها وهميه تقريبا، كتقول بانها وهميه. وتنزيدوا نقولوا واحد الشركه كيقول لك حتى هو منصوب عليه، هذا السيد اللي منصوب عليه حتى هو راه مؤسسه، وملي يقول لك بانها تبارك الله ما شاء الله قال لك 260 مليار 32 قطار، وحنايا ديال غلوريا اللي محسوبين على الوردي عندنا 4 ديال القطارات. كيقول لك انه عطاه انه هو مول له المشروع باش الوردي يبني له. اذا ما دام مول لك المشروع باش يبني لك، عندكم نصب بعضياتكم، ديك النصب بعضياتكم الضحايا شنو الدخل ديالهم؟ نصبتي عليه ولا نصب عليك، حنا خاصكم تعوضونا. راه 260 مليار بوسكوره وغلوريا اللي 4 ديال المليار اللي عاطيين التسبيق ديال الضحايا، يقول لك انا ما عارفش. وحنا كنشوفوا ان الاطار كامل على الارض من النهار اللي بدينا كنمشيو كنشوفوا شنو سميتو لي بانو كاينين، شكون اللي مسؤول على ديك لي بانو؟ انت كتقول لك نصب عليكم والارض ولي بانو كاينين. كنشوف حنا من طنجه للقويره لي بانو ديال باب دارنا، فيما كتمشي عند شي مسؤول كيقول لك احق نصب عليا الوردي. هذا الوردي شكون؟ هاد الوردي عنده واحد الايادي خفيه، شكون هاد الايادي الحديمه؟ اصحاب الاراضي، اصحاب الاراضي لحد الان ما جابوهمش، ما جابوش اصحاب الاراضي، ما جابوش بناته حتى هما راه مبحوث عنهم، ما كاينينش هاد البنات. هاد البنات فين هما؟ المحكمه دابا ما بقالهاش باش في اخر 12 خاص تنطق بالحكم. وكاينين بعض الناس المتورطين في هاد القضيه ما دخلوش مع الملف ديال الوردي. حنا خاصنا
المحكمه كما كنعرفوا المحكمه الموقره راها غادا الحكم بغينا يكون نزيه لصالح الضحايا لان الضحايا توفاو تبارك الله ما شاء الله راه 14 ديال دابا هذه 3 سنوات كاين بعد الواحد في راه يعان الشباب ديالو 30 سنه كتشوف واحد مات بسكته قلبيه الناس اللي كاينين معانا اذا الضحايا كنظن الا كان الحكم ماشي في صالح ديال الضحايا راه تكون وفيات اكثر وتنطلب من جلاله الملك لانه في الاول دخل لي بان كان الحمد لله الرساله ديالنا والرساله ديال الضحايا وصلت لجلاله الملك وتنحاولوا وتنعاودوا باننا احنا لما تدخلش جلاله الملك كنظن انا حيت دابا مؤسسات كبار عندهم ايادي خفيه وايادي كبيره كنظن لما تدخلش جلاله الملك وحنا كنترجوه من هذا المنبر راه اننا ربما الحق ديالنا ما يمشيش وحنا يا ضحايا انا من الجاليه 14 سنه وانا خارج المغرب فاش دخل باش نستثمر ديال الفلوس ديالي فاش كنقولها البلد اللي اننا فيه راه كيقول لك لا يعقل وشنو كنشوفوا مؤسسة الدولة هي المسؤول الاول في هذا النصب حيت ما كانش النوطير وما كانش لابونك وما كانش التوثيق ما نقدروش نوصلوا كما قالوها المحامون داخل القاعه كما كانش الموثق اول شيء بزاف ديال عاد كل ولا جا الموثق عنده ما صابش ديك الوراق انها ماشي سليمه وما كاينش العقد وما كاين غيكون واحد 7 ولا 8 ديال الناس دابا تقريبا وصلنا ل 2000 دابا فاش كنجيو نشوفوا انا دابا سكوره 260 مليار ما بقيناش حنا حابسين بديك 70 مليار ولا 200 مليار دابا كاينين حيت كاينين واحد بعد المقاولين دابا وصلنا ل 400 مليار ولا 500 مليار هاد الوردين صب عليهم راه لا يعقل الوردي بوحديتو اللي ناصب راه كاين كلهم هاد المؤسسات اللي داز من عندهم يد في يد مسؤولين هما المسؤول الاول المؤسسات وزاره الخارجيه سماب كيمشي للخارج باش كيدير واش هاد سماب كيعرض المشروع ديالو كيعرض المشروع ديالو وما عندوش اوراق ما عندوش اوراق وكيعرض المشروع ديال باب دارنا راه سمعتوا كذلك حتى لي بونك اللي نصب عليهم بمبالغ خيالية وكنزيدوا نقولوا باننا سمعنا داخل المحكمه بانه تبويض الاموال مادام مشى انه شراء بنكه اذا غتكون هنايا كان كيخطط واحد الخطه اللي كبيره بزاف لانه تبويض ديال الاموال وكنجيو نشوفوا ان سويسرا عطاته واحد البوند باش كيوريه باش كينصب على هاد الناس كينصب عليهم وعطاته واحد المبالغ ماليه من بنك ديال سويسرا باش هو كيجي يدير هنايا المشاريع وكيوريهم شوف رانا البنك ديال سويسرا راه عطياني بانها تقدر تسلفني كذا وكذا وكذا هذه نصبه وتنجيو نشوفوا حنا هذا الوردي الوردي راه بشر وردي راه كيشرق كنقولوا دجاجه كيسرق حنا ما كيهمناش الحكم ديالو عام عامين 30 عام يخرج حتى من غدا اهم شيء هي فلوسنا حنا فلوسنا ما نتابعوش الوردي بينه وبين المحكمه المختصر تقدر تعطيني انت كنموذج انت كضحيه فين كنتي غتشري المبلغ اللي ضعتي منه انا جايه من برا الحمد لله عندي السكن ديالي كنت باغا ناخذ سكن اقتصادي باش نحاول ديك التقاعد اللي بقى لي واحد التقاعد ديال الزوج ديالي نكمل نكري وندير ولكن مني بالطرق اش نقول لك الطرق ديال النصب حنا دخلنا نشوفوا تصدقنا شاريين تصدقنا فيلا عن بيع داري وعن سكن انا في الفيلا وهادي وتعرف الدراري وحلمنا والحلم كما كنقول شحال المبلغ وصل تقريبا انا مشات لي 40 مليون ولكن مني عندي نصبه اخرى في برشيد في واحد التعاون يلي تقريبا ما بين برشيد وما بين باب دارنا راه تقريبا 100 مليون اللي مشات لي شكرا لك عطيتيني توضيح مهم وساعدتينا في الموضوع مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا موضوع باب دارنا موضوع شائك عدد كبير من المغاربه كيتبعوه في المغرب وخارج المغرب ما هي الحيل اللي كان كقاعده كان كيشتغل على هذا المنعش اللي صراحه دار واحد ضرر كبير للمغاربه والمؤسسات كما من له صله او الايادي الخفيه التي تساهم معاه في الموضوع مشاهدينا الكرام القضاء المغربي واخد الملف محمل الجد الذكاء والنيابه العامه على تتبع الملف والامل في الاخير كيفاش ترجع الفلوس لهاد الناس مشاهدينا الكرام كيفية جبر الضرر والضحايا في الموضوع هو العنوان ديال باب دارنا مشاهدينا الكرام نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في حالة إذا كان أي جديد في الموضوع مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم